في ملف السودان الذي يعيش اليوم صراعا شرسا بين قطبين عسكريين تمثلا في الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لتنتج لنا في محصلتها أزمة إنسانية. الأزمة وفي غضون أيام كانت كالسنوات شردت وهجرت مئات الآلاف من الشعب الشقيق والذي تداعى له سائر الجسد العربي والدولي. لنتحدث أكثر حول هذا الصراع وردود الفعل العالمية حوله وبالأخص الولايات المتحدة، نستضيف من واشنطن عبر سكايب مراسلة تلفزيون دولة الكويت هناك داليا الكومي. داليا، صباح الخير. في البداية، هل تفاجأت واشنطن بأحداث السودان؟ صباح النور عليكم وعلى مشاهدينا الكرام. لم تتفاجأ واشنطن في بدء الأمر، ولكنها عقب ذلك هناك كانت منذ أن أطيح بالرئيس السوداني عمر البشير في عام 2019، والسودان تحاول أن تعيش حسب ما قالت الولايات المتحدة بعض الاستقرار. فنستطيع أن نقول أن الإدارة كانت هناك أقاويل أو كانت هناك تقارير سرية تؤذن بعدم الاستقرار الداخلي، ولكن الولايات المتحدة تفاجأت باندلاع الاشتباكات بين الطرفي النزاع. ماذا عن تقييم واشنطن للوضع في السودان؟ كيف ترين تقييم واشنطن لهذا الوضع؟ الإدارة الأمريكية تراقب عن كثب تطورات الوضع، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى العديد من الاتصالات حتى توصلنا كما يعرف الجميع إلى الهدنة بين طرفي النزاع، ولكن واشنطن تنظر بعين الحذر وتحاول أن تنبه الطرفين أن هذا النزاع سيجلب الخراب على البلاد، وأنه لن يستطيع أن يحل عن طريق هذه الاشتباكات ولكن عن طريق حل دبلوماسي. نعم داليا، الولايات المتحدة وواشنطن بالتحديد دخلت على خط الوساطة بين طرفي النزاع في الخرطوم، هل هناك نية أمريكية لنشر قوات حفظ السلام في السودان؟ لا يوجد أي نية لنشر هذه القوات، كما أعلن على لسان حال الإدارة الأمريكية وخاصة مستشار الأمن القومي جاك سوليفان الأمريكي، أعلن منذ يومين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تقوم بنشر أي قوات حفظ سلام في السودان، وهذا عقب العديد من التكهنات وما ظهر في بعض الصحف الأمريكية عن احتمال أن تقدم الولايات المتحدة على هذه الخطوة، ولكن حسمها مستشار الأمن القومي منذ يومين بإعلانه من خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن واشنطن لا تعتزم نشر أي قوات حفظ سلام في السودان. نعم داليا، بالأمس مجلس الأمن بحث الوضع في السودان، غوتيريش حذر من تواصل الاشتباكات، ما الذي يقلق الأمم المتحدة حيال هذا الملف تحديدا؟ أعتقد أن بالأخص أو صورة كبيرة الأمم المتحدة وخاصة الأمين العام للأمم المتحدة يعلم أن الدول المجاورة المتاخمة للسودان قد تمتد إليها هذه الحروب الأهلية، وقد حدث هذا من قبل. فالأمم المتحدة تحذر من أن استمرار هذا الصراع والاشتباكات العنيفة داخل السودان التي أودت بحياة وأصابت العديد أيضا من الشعب الشقيق، تحاول الأمم المتحدة أن تحذر أن تمتد هذه الاشتباكات والحروب إلى الدول المتاخمة وتندلع الحروب الأهلية في هذه المنطقة لتقف عائق أمام تقدم أو تنمية هذه المنطقة، وهي ما تحاول الأمم المتحدة خلال الثلاث أعوام الماضية أن تقوم به في السودان وفي الدول المجاورة لها. إذن من واشنطن مراسلة تلفزيون دولة الكويت هناك داليا الكومي، شكرا جزيلا لك.